انا شاك فيه، ولده هذا ولده، هذا ولده 100% يشبه هذا ولده. شكون هذا؟ واش ولد اختك زعما شكيتي فيه بلا ولده؟ اه هذا ولد اختي، واش شكيتي فيه؟ ها تشبه ليه، تشبه شافو فاش فاش في الوجه، في النية، في كل شيء تشبه ليه 100%. بحال كل شيء من المدرسة سمعت الخبر، تصدمت انا، تصدمت، قلت اختي ما ديرهاش. وي دابا الله يرحمه قال لي هكا، قال لي شوف شو الجيران عندنا هكايا، قال لي الجيران ما فيهوش ثقة، داك دير ثقتك، ما ديرش ثقتك بنادم راه غد الدار. قال هذه وتصنت ليها مزيان، تصنت ليها مزيان، درتها في عقلي مزيان. تي شو الدراري بحال هكا الداخلية تيسولوني، كي كذا كذا اختك واحد بنت كويا في دار حسين اختصبوها. قلت لي اختي بقى في والحال، بقى في والحال. قال لي هادو الوحوش راه خاصهم الاعدام، هادو خاصهم ما يبقاوش هنايا هادو. معاك، شوف ما تبكيش، احنا معاك ان شاء الله. هي الحال، لا لا ما بقاش فيك الحال، احنا معاك ان شاء الله. وهي غادي تقوى، وخصك انت هو الراجل، انت اللي تقويها ان شاء الله، والحمد لله القانون واحد. باغي حقي، خد حقي انا، ما خدش حقي انا، نقدر نبقى في الحال انا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند الأخ إسماعيل. الأخ إسماعيل أول ظهور له في الموضوع اللي عدد كبير من المغاربة متبعينه، هذا هو الأخ سناء 12 سنة. مشاهدينا الكرام، هو ما عمرني تناولت معاه، ما عمرني دخلت معاه في الموضوع، لأنه ما تيكونش في المنزل، تيعيش في الداخلية حيت كيقرأ. هذا هو اللي كيسميه الشاب المثقف في العائلة، هذا اللي كيطمح فيه محمد بزاف. وهو الاخ ديال سناء عنده مجموعه من النقط في الموضوع ربط بيا الاتصال، هو الاب قال لي بغيت ندوي معاك. قلت لي مرحبا، تبعوا معايا، انا جيت لعندك. السلام عليكم. عاود لي اللي بغيتي، عاود لي القضيه اللي قلتي لي، قول لي بغيتي. السلام عليكم اخوتي، اللي بغيت نهضر القضيه ديال اختي. نهار سمعنا الخبر تصدمات، احنا ما كاش شاك في هذا كريم الوحش، ما كاش شاك فيه، دايرو بحال الوالد، تيجي عندنا تيخدم معانا هكا الفلاحة هكايا. أنا كنت نجي مرة في السيمانة، تنمشي للقراية تنقرا، تنجي مرة في السيمانة. نعاود لك القصة ديال كريم. بعدا علاش سميتو هو الوحش؟ سمعو ولا مكنسمع السمية؟ تنسمع الوحشة في الصغر، هو تيقول ليه الأستاذ، تيقولوا ليه الوحش، كان هو فوري هكا الوحش. دابا باقي دابا متيتقيش الله. تي واش هو واش هو اللي مزوج؟ هو جاركم؟ هو مزوج، عندو ثلاث الوليدات ومرا، ما شاء الله عندو كبير، عندو المرأة. ما كنتش ما تهدروا بحال الوالد، ما نقدرش يدير هادشي. قلت انا شاك فيه، ولده هذا ولده، هذا ولده 100% يشبه هذا ولده. شكون هذا؟ واش ولد اختك زعما شكيتي فيه بلا ولده؟ اه هذا ولد اختي. واش شكيتي فيه؟ ها تيشبه ليه، تيشبه شاف فاش فاش في الوجه، في النية، في كل شيء تيشبه ليه 100%. نعاود لك واحد القصة وقعت لينا. عندها واحد علاقة واحد البنت، واحد النهار كتسرح انا الكسيبة هنايا، وانا شتو واقف مع واحد البنت جارتنا هنا حدانا، قالت لي تعود معاها بحال هكايا، عندو علاقة. تا انا ما بغيت، تا انا بحال ما شت حاجة، انا شتهم. واحد النهار سمعو والديها، دابا تقرا شي، دابا شي 3 شهور دابا باش جوجوها، سمعو هاديك العلاقة، جوجو زربو جوجوها. يعني هو كانت عندو شي علاقة ببنت اخرى عاوتاني؟ آه كان عندو بنت اخرى، هو فيه المسخ، فيه تحرميت بزاف، متيصلي متا حاجة، شاك فيه 100% ولدو. تكي تيجي عندنا بحال هكايا، تيجي يخدم لنا نهار واحد، نهار العزو ديال الوالدين، نهار المرحوم ديالنا، كنت حدا هنا من مات الله يعزيه. وحنا كل نهار تيجي عندنا تيخدم معانا هكا، نهار العزو تاع تدور عيني، مخلوع مخلوع بحال هو يدير، انا شكيت فيه. تيدور هنا وتعاود تدور منا، تدور منا. واخا هذه كان هاد شكيت فيه اختك اللي حامله وكرشها وصلت 8 شهور، ما عمركم نتوما حسيتوا بهادشي؟ لا ما كانش شاكين فيه البنت، ما قارياش، ما قارياش المدرسه بعيده على شي، ولكن كرشها ما بانش ليكم؟ لا بانت ليا، بانت ليا حتى حاجه. البنت باقا صغيره، ما شكيتش فيها انا. دلوقتي تتلعب معانا هكايا، تتلعب معانا هكا، تريا معانا، تنوريها شويه قرايه هكا كذا. تسمعني الخبر، سمعت الخبر انا تصدمت، تصدمت. كل نهار كنت تيجي عندنا، واحد النهار هو تيجي عندنا مخلوع مخلوع مخلوع، واحد النهار
غبر غبر دابا تقاشي انها قبل من قبلها الكاري تيدير غبر شي 4 شهور باش غبر هو. انت هو كاري في مشا كاري في مشا كاري، هو مشى وكان جيت الغرب خدام، دابا من جمال الخدمة ريح شي وكما كان حتى 15 يوم. سمعنا الخبار سمعنا ما تصدمنا، البنت قالت لينا كريم ديال ليه واش ني بالزيت بالجنوي ما قالتها هي، ما قالتها لكم نتوما ولا الجدرمية؟ قلت لها الجدرمية وقالت لي حتى حنا ما كانش فيها اختي حاس لي ما دير حتى حاجه، ما قاريه ما حتى حاجه، اختي متقفه ما عداش مع داك التحرامية داك الشيء في الدار، مدرسة بعيدة عليها شي 6 كيلومتر. تاعنا قريت انا تاع واحد النهار جا خدم معنا بحال هكايا، جا مع كل نهار تيجي عندنا تيجي عند الواليد يخدم مع الواليد هكا كذا ما كذا، واحد النهار ويجي عند جا عندنا بحال هكا صابني انا والخوادريه مريح بحال هكا، قال لي فين مشى الواليد؟ قلت له الواليد ما كانش، مشى تيبيع الفلاحه ديالو ما كانش. قال لي من يجي كلمي ليا، من جا مشى تكلم ماشي تعود ما جا عندو المحانه شربوا هاتي جلسوا هنايا. ساي واليد مشى قضى شي شغل وبقى معاه شوي سلت معاه مشى ما عرفت فين كان. واحد النهار بحال هكا جيت انا من المدرسه سمعت الخبر تصدمت، انا تصدمت قلت اختي ما ديرهاش ايرهاش، بقيت مع بحال بحال الوالد بحال جالس مع الخوادريه، جبت معاه الموضوع ديال اختي صاب عاودت لي كلشي، قالت لي كريم واش دي هنايا في الدار بالجنوي، قلت لي علاش ما عاودتيش من الاول؟ لا قال لي اي عاودت لك من الاول اشدني، قال لي اشدك نذبحك حتى والديك و كذا. بقات بزاف هكا وكنت كل نهار تيجي سكري عند مراته الريح شي ريحه مشكل تيجي عند مراته هكا هي وهذوك الاخرين اللي تجبدو حتى هما هاد الدري يوسف شاو كان تيسكر محشش هو ولكن شكون هما بالضبط اللي كيجيبهم هما لهاد الدار هنا ملي ما تكونوش نتوما؟ كريم هو كتجيبهم وعندو النوامة ديالو تيصوني عليه وتيجي هنا. الأم ديال قالت لك راه كتكون في الخدمة ولكن جلست واحد الوقيتة وهاد القضية كيسولوا عليها الناس بزاف، تيقول لك علاش هاد الدار خاوية بزاف؟ كيفاش غادي يجيو تكرفصوا عليها وهاد المدة تحملت حتى؟ أنا كنت في المدرسة تنجي من السيما لسيما، الوالد ديالي تيمشي تيدي الفلاحة تيجيب لي المعيشة تنعيشو تاعنا، تا واحد النهار مشا الوالد ديالي مشات خدمات تتخدم شاهية الشركة ديال الفريز هكايا. واحد النهار قال لي بقى بحال هكا الوالد دابا الله يرحمه، قال لي هكا قال لي شوف شوف الجيران عندنا هكايا، قال لي الجيران ما فيهوش ثقة، داك دير ثقتك ما ديرش ثقتك بنادم راه غد الدار. قال هذه وتسنت ليها مزيان تسنت ليها مزيان درتها في عقلي مزيان. واحد النهار شكيت في هذاك الكريم مشى هو تيجي عند مراته تيسكن، وحنا مريح انا ومراته بحال هكايا تنمشي تمشي عند هو بحال نديرو شي حاجه ديال الفلاحه بحال هكا. وحنا في الليل جا عند مراته سكران شو تيضرب في مراته تيضرب في ولادو بحال هكايا. واحد النهار بحال هكا مريح بحال هكا ويتكم مريت شاد الفراس كي تيجيو عندنا كاملين، حتى يوسف تجي مو شو تيجي معاها تريح معاها بحال هكايا بحالكم. يعني كانت العلاقة مع العائلة مزيان، مزيان تيتواصلوا معاكم معانا وكلشي كلشي يديروا معانا، تيريحوا معانا تيشربوا معانا اتاي يديروا كلشي. كان اكثريه في كان وين مريض تيجي عندنا اكثريه تيجي عندنا هكا تيطيبوا معانا هكا. دابا انت كيفاش كدير مع المدرسة مع هذا الواقع؟ تأثرتي شوية انا هادشي عارف تيسولوا الدراري تنشوفوا الصراحه دي يبقى فيا الوحوش وما خصي بشوي الاعدام ما خصش يبقاو هادو. سولتني الاستاذ قالت لي شو البنتك خاص بك؟ قلت لي اختي استاذ تعطرات. قلت لي اختك؟ قلت لي داك دي الثقه في راسك وحد اختك مزيان وكذا كذا. عاودت لي حاوكا قالت لي الوحوش راه ما خاصوش خاصو الاعدام هادو، اكثر اللي كان عنده 3 الاولاد راه كبير كبير هذا، دخلت لها البيض راه كبير هذا راه دير خص ديروه خص يديروه بحال بنته بحال بنتها هاكا. الله يفرج عليك يا ربي، الله يفرج عليك يا ربي. بقى في الحال تيسولوا الدري من المدرسه
تنجبو الصراحة تيما تيبكيو كيفاش هادي اختك تن حاول. قلت لها واحد وحوش ام كبار كانوا بدا صغار تما واحد النهار تيجيو الدري بحال هكا للداخل تيسولوني كي كذا كذا اختك واحد بنت كويا في دار حسين اختصبوها. قلت لي اختي بقى في والحال بقى في والحال. قال لي هادو الوحوش خاصهم الاعدام هادو خاصهم ما يبقاوش هنايا هادو. الله يفرج عليك يا ربي وانا معاك. شوف ما تبكيش، احنا معاك ان شاء الله. هي الحال لا لا ما بقاش فيك الحال، احنا معاك ان شاء الله. وهي غادي تقوى، خصك انت هو الراجل، انت اللي تقويها ان شاء الله. والحمد لله القانون باغي واحد. باغي بغي ده حقي خد حقي انا ما خدش حقي انا نقدر يبقى في الحال انا. لا ان شاء الله القانون واخد، دير 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 الامور ديالو وغادي تاخذوا الحق ديالكم. وهذيك البنيه حنا خوتها ياك، حنا كنجيو لعندكم تبارك الله، الجمعيه الاولى والجمعيه الثانيه وكل شيء متضامن معكم، وحنا معكم مشاهدينا الكرام في الموضوع كذلك. جمعيه اخرى من الدار البيضاء هي تواصلت مع الاب وانتقلت عنده المنزل هنا القريه، وهي مقبله انه تبع كذلك المراحل ديال التطبيب ديال الابنة. مشاهدينا الكرام، شاب يتكلم بالقلب ديالو على الاخت ديالو، مجموعة من الاسئلة في الموضوع، وكذلك القمة في الغرابة في اشياء اخرى اللي طرح، كذلك عنصر الشبه اللي تكلم عليه، وكذلك الاسم المستعار اذا صح التعبير ديال الطرف اللي هو موضوع النقاش اللي هو في الاعتقال، وكذلك مجموعة من النقط ما كانتش عندنا في الملف من قبل، ما كناش عارفينها، وهذه مستجدات عاودها لنا هو. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوفيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.